السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. طبعا بنبدأ دورة الباتش سكريبتينج اللي تحدثنا عليها أمس. قلنا أول شيء بنتحدث عن ال سي ام دي ونتعرف على محيط السي ام دي والضبط حقه والأوامر الأساسية فيه. بسم الله بنبدأ. طبعا الفاتح الشاشة السوداء اللي هي السي ام دي، يا اما انك تيجي تضغط هذا تيجي هنا على هذه علامة الويندوز وتبدأ بالبحث، تكتب سي ام دي تطلع لك هذه، او تضغط علامة الويندوز من الكيبورد وتكتب سي ام دي. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي ويندوز علامة الار، تكتب هنا سي ام دي انتر، على طول يفتحها لك. شوف هذه هي الشاشة السوداء السي ام دي. طبعا انا عملت فيها تغييرات وكذا، ولا هي تطلع خلفيتها سوداء والخط هذا ابيض. طبعا تضغط مثلا كنترول، عفوا الت انتر، يعمل لك فول سكرين يعني ملء الشاشة. الت انتر مرة ثاني رجعها للوضع الاعتيادي. طبعا هنا قلنا بقى نتعرف على محيطها وكذا. اذا مثلا جيت هنا في راس الشاشة هذه، ضغط على زر اليمين رايت كليك بروبرتيز للخصائص، نجي لها هنا. طبعا احنا اللي يهمنا هنا تشوف عندك عدة تبويبات، الاوبشنز، الفونت، اللاي اوت، الكلرز. احنا اللي يهمنا الفونت والكلرز. هذا الفونت اللي هو يغير لك حجم الشاشة والخط، يعني شوفها، شوف حتى التغيير هنا يحصل. يعني انا الان لو اضغط على اوكي تصغر الخط وال هذه النافذة. نرجعها ل وضعها. طيب هنا عندك الكلارز. الكلارز طبعا هنا اللي يهمنا هذا اللي هو سكرين تيكست، اللي هو خط الشاشة هذا، تضغط عليه وتجي تختار اللون. أنا طبعا اخترت اللون الأزرق، هو عادة يكون بهذا اللون أو هذا اللون أعتقد، والباك جراوند يكون أسود، يعني هذا الوضع الاعتيادي الديفولت. انا غيرت، عملت تغييرات، انت تقدر كذلك تعمل تغييرات. هذه عندما تشوف ان نافذة الويندوز هنا ظاهرة، شوف نافذة الويندوز اللي هي هذه ظاهرة، هذه نسبة الشفافية، يعني هنا تلاحظها هنا، شوف. طيب إذا تعرفنا على الفونت وتعرفنا على الكالرز، عندنا اللاي اوت. طبعا هم ما يهمنا، احنا اللي يهمنا الكالرز والفونت قلنا، لكن انا اذا اشرح هذا، هذا اللاي اوت اللي هو عندما تفتح نافذة ال سي ام دي اللي هو الشاشة السوداء، عندما تفتح في اي، يعني وين تكون؟ هل تكون في الوسط ملء الشاشة، في الزاوية كذا، في الزاوية اليمين، الزاوية اليسار، فوق تحت، هذا كله هنا. ولا انها تقول له هنا، هذا عندما تعمل هذا الخيار تقول له ايش، خلي السيستم، يعني خلي السيستم هو اللي يختار وين تكون. طيب مش مشكلة، يعني اذا انت تريد في اي مكان محدد تقدر تزيل هذه العلامة الصح وتعطي نسب، تعطيها الاحداثيات حق الصفحة، تضغط على اوكي. طيب طبعا احنا الان عندما تدخل، اول ما تدخل يعطيك وين، في قرص النظام. طبعا هو عادة اغلب الاحيان قرص النظام يكون قرص السي، الا في حال ان المستخدم يغير قرص النظام هذا هو شأنه. اذا في اغلب الاحيان قلنا النظام يكون في وين، في قرص السي. عندك اليوزرز، وعندك هذا اسم ال اسم اسم الويندوز اللي انت عملته. طيب مثلا افرض اني انا اشتي، مثلا افرض ان نريد ندخل الى اي مجلد،
طبعا اذا انا اريد ادخل الى مجلد او اي قرص يكفي اني اكتب اسمه، مثلا اريد انتقل مثلا الى القرص دي اكتب دي ونقطتين انتر، شوف هنا قال لك ويش ما في قرص دي، اذا اكتب ويش مثلا اكتب مثلا اف، هل عندي قرص اف؟ اي موجود، ريت دخلني الى قرص اف. لو اعمل الان مثلا هذه الامر الثاني داير، يعني دايركتوري، واضغط انتر يعطيني ويش قائمة بالليست بالمجلدات والملفات اللي موجودة داخل قرص الاف. اضغط انتر، شوف اعطاني هنا قائمة. طيب شوف هنا مثلا هذا عندك كتب عنده ويش داير، يعني ويش هذا في نفسه هو مجلد. عندك هذا، ما هذا ملف بي دي اف، هذا طبعا هذا حجمه البايت. طيب اذا انا اشتي ارجع الى المسار هذا الاول اللي هو سي يوزرز روت، ايش اضغط؟ ايش اكتب يعني؟ اضغط بس سي نقطتين رجعني، اوكي سي نقطتين رجعني. طيب اعمل له مثلا داير لاحظت كيف؟ طيب الآن إذا احنا نريد قرص السي بشكل عام، يعني ما يدخلني مثلا إلى اليوزر والروت، أشتي قرص السي بشكل عام، ويش أكتب؟ أكتب سي دي باك سلاش وأضغط إنتر، شوف ضغطت إنتر سي دي باك سلاش انتر يرجعك السي بشكل عام. يعني اعمل له داير مثلا، شوف حتى انك تشوف المحتويات حق قرص السي اللي هو قرص السي بشكل عام، يعني غير المحتويات هذه. هذه المحتويات هي في وين؟ في قرص السي، في مجلد اسمه يوزر، في مجلد اسمه ويش روت. طيب قلنا هذا القرص وهذا مجلد اسمه يوزر، معمول يعني يجي في كل الأنظمة، معمول يجي في كل الأنظمة، وهذا اسم النظام. طيب الشيء أنا مثلا أفرض إني أشتي أحد أحذف هذا، شوف عندي كثير من المعلومات هنا، أشتي الشاشة تكون فاضية، يعني أيش أكتب؟ سي ال اس واضغط انتر، على طول ايش حذف لي كل الموجود يعني. طيب قلنا مثلا جي نقطتين يدخلني الى مجلد الجي، الى قرص الجي. مثلا اقول له داير يعمل لي ليست بالمحتويات حق الجي، اوكي عمل لي ليست. طيب انا الان مثلا لو اجي اكتب مثلا، شوف اشي افتح ملف، نريد نفتح ملف مثلا هذه الصورة مثلا، شوف هذا الاسم حقها، هذا الاسم بتاعها، وهذا الحجم، ونشوف هنا انه ما مكتوب شيء، هنا ما مكتوب شيء. ليش؟ لانه ملف، لو كان مجلد بيكتب هنا داير، يعني دايركتوري، اوكي. إذا مثلا أنا أشتي أفتح هذا ال... نريد نفتح هذا ال... هذا الم... هذا الملف، هذه الصورة، بكتب اثنين، ولو ضغطت، شوف لو أضغط على مثلا بدل ما أكتب اسم الملف كامل، أضغط على ويش علامة التاب في الكيبورد يكملها لي. شوف هنا هذا أول ملف طلعها لي MP4، أنا ما أريده، أريد هذيك الـ MPG اللي هي الصورة. اضغط تاب مرة ثانية، شوف طلعها لي. اذا اضغط انتر فتح لي الصورة. طيب مثلا اي شيء اذا كان موجود، مثلا المجلد هذا مثلا وين جاء، مثلا هذا مجلد فيديو، اثنين مجلدات عندي، اثنين مجلدات اسمها فيديو، اريد ادخل لها هذا المجلد، ويش اكتب؟ اكتب سي دي، طبعا هذه الان احنا بنتطرق في الاوامر، اكتب سي دي واكتب اسم المجلد،
او اسم المجلد اللي انت تريد تدخل له. انا بكتب في ورجع اضغط على علامة التاب وهو يكمل لي. شوف اذا كان موجود بيكمل لي هذا المجلد الاول. اضغط مثلا انتر، ما عندي هنا مجلدين، فيديو وفيديو. هذا المجلد لو اضغط مثلا انتر يفتح لي، دخل لي الى وين؟ شوف هنا كان ويش جي فقط، يعني كنا في القرص الجي، الان دخلنا في القرص من القرص جي دخلنا وين؟ المجلد فيديو. يعني اصبح عندي هذا المسار. اعمل داير، شوف طلع لي هنا ملفة. طبعا هذا انت عندما تشوف هذه علامة السماء هذا كتابة عربية. اوكي طبعا نشرح النقطتين هذه، النقطتين هذول ويشن. طبعا لو اجي اضغط سي دي نقطة ما راح يعمل لي شيء، راح يجيب لي ويش المسار اللي انا فيه فقط. لو اعمل مثلا اعمل سي دي نقطتين وين بيديني؟ على طول يرجعني خطوة واحدة إلى وين؟ إلى الخلف، يعني بيرجعني إلى مجلد الجي. شوف إذا سيدي نقطتين، سيدي نقطتين يرجعني خطوة واحدة إلى الخلف. طيب الآن مثلا أعمل له سي ال اس، قلنا هذا أمر ويش؟ الحذف، يعني نظف لي الشاشة السوداء. أعمل له مثلا داير، قلنا هذا ويش؟ امر انه يجيب لي محتويات المجلد او محتويات القرص. اذا جاب لي المحتويات، قلنا اذا انا اريد ادخل الى اي مجلد اكتب سي دي فاصلة يعني مسافة واكتب اسم المجلد. اذا كان مثلا اسم المجلد ما يعني كبير او كذا، او يعني خلينا كذا شوية نتعامل باحترافية، اضغط مثلا بداية اسم المجلد وأضغط على تاب يطلع لي اسم المجلد. إذا هذا أول مجلد يبدأ بحرف الفي. طيب لو أضغط تاب مرة ثانية يجيب لي المجلد الثاني إذا كان في مجلد ثاني، إذا موجود. أوكي لو أضغط عليه على طول يدخلني فيه. طيب أعمل له داير يجيب لي المحتويات حقه، على طول جاب لي المحتويات. طيب لو نشوف هنا ما في ولا مجلد، كلها ملفات. اذا قلنا اذا احنا نريد نرجع خطوة واحدة الى الخلف نكتب سي دي نقطتين انتر. اوكي اذا احنا نريد ندخل الى اي مجلد نكتب سي دي مسافة اسم المجلد. اوكي طيب اذا احنا نريد نعمل نريد نعمل ليست بالمحتويات، يعمل قلنا نكتب داير، هذا كذلك كله ملفات. اذا انا اريد ارجع الى مثلا القرص الاساسي يعني الاصلي الجي، فنفرض ان هنا مثلا قرص الجي انا داخل في ملف الفيديو، من ملف الفيديو داخل في ملف مثلا ايميجز الصور، من داخل ملف الصور مثلا داخل مثلا ماي ايميجز، يعني عندي مسار طويل هنا. اريد ارجع مستقيما، يعني ارجع على طول من مسار طويل، يكون مثلا طويل مسار، ارجع الى وين؟ الى القرص الاساسي. قلنا سي دي باك سلاش، شوف سي دي باك سلاش. لو كان المسار طويل كيف ما كان على طول يرجعك للقرص الأساسي. كذلك نستخدم في الملفات حق فتح الملفات. مثلا أنا عندي هذا الملف، عندي هذا الملف مثلا، هذا حجمه وهذا لكنه كبير. إذا مثلا CD اريد اشوف ملف يعني يوهو
سيدي باك سلاش عمله مثلا داير داير يعني دايركتوري، سي دي يعني ايش؟ تشانج دايركتوري. مثلا افرض اني اريد افتح هذا الملف تي اكس تي، اضغط مثلا سي دي، لا عفوا، اضغط اول حرف من الملف نفسه، قلنا كود، كان اسمها كود تي اكس تي، سي تاب، على طول كمل لي، شوف كمل لي نفسه، لاحظ معي، اضغط على حرف السي، اول حرف من اسم الملف المجلد، واضغط علامة التاب، على طول يكمل لي، اضغط انتر يفتحها لي. اوكي، اي ملف دائما، انا مثلا نشوف ملف مثلا، هذا ملف ال وين جا وين جا وين جا رار، ولا اي ملف يعني يفتحه. اذا كان هذا درس اليوم، اتمنى اني اكون قد افدتكم، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب والتعليق، يعني لكي يستفيد الجميع، شاركوا الدورة مع اصدقائكم. طبعا كان هذا اول درس تعرفنا فيه على هذا الشاشة السوداء، تعرفنا كيف نحن نغير اللون، نغير الفونت، هذه الخلفية كيف نخليها مثلا شفاف مش شفاف، وتعلمنا كيف ذلك الت انتر يعمل لي فول سكرين ولا يرجع الى الحالة الاعتيادية، تعلمنا ايضا كيف ندخل ونخرج الى المجلدات، كيف نعمل ليست بالمحتويات، كيف اني افتح ملف من خلال الشاشة السوداء. كانت هذه حلقة اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.